بسم بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون الزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلنا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام فتبارك الله فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب
والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله أكبر بسم الله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله.